هذا عقار اللي كيندرج في اطار السكن الراقي. فاش كنهضر ديما على السكن الراقي اذا كنهضر على الموقع اللي كيكون موقع ممتاز، كنهضر كذلك على العماره اللي تسكن فيها اشياء اللي هي مثلا ك لا سيكوريتي، كالامان، كذلك يكون لاسانسور، كيكون باركينغ سوسول، ولا سيما ولا سيما الموقع. اليوم جايب لكم اعزائي المشاهدين عقار اللي كيتباع بالفراش ديالو. الفراش ديالو كاين القابليه ديال انه يتباع فارغ، فراش اللي مازال جديد، مالين هاد العقار ما استعملوش لظروف كيقطنوا خارج المدينه، ما استعملوش العقار. اذا الفراش ديالو كما كتشوفوا معايا، انا غادي نحاول ما امكن اني نقرب لكم كل شيء. الفراش مازال جديد من ناحيه ديال الزرابي، من ناحيه حتى ديال لي كوان كما كنصور لكم ديما، كما كنشرح لكم بالنسبه لي كوان كنلقاوهم ما مضروبينش ما مقيوسينش. كاينين فيها ريدويات، كاين فيها كليماتيزور. غادي ندورو وغادي نشوفو هاد العقار هذا كله دقه دقه. اذا اعزائي المشاهدين كنقول لكم مرحبا بكم من جديد مع طريق في قناتكم اف ال، قناه اللي كتبت لكم عروض عقاريه اللي كتكون مختلفه. وحتى نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتوا تحطوه في البيع، فنحن رهن الاشاره من اجل العمل على بيع عقاركم. اليوم كنتواجد بكم بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس كنقدم لكم التحيه والسلام. العقار اللي كتشوفوا معايا كيتواجد على مقربه من شارع الجيش الملكي، ولا نقدروا نقولوا نحسبوا على شارع الجيش الملكي. عقار اللي هو كبير بمساحه ديال 145 متر مربع. 145 متر مربع كتنقسم كالاتي، كما كتشاهدوا معايا كاين اون ريسبسيون ولا هو المكان المخصص للضيوف، فيه شوميني ديالو ديكوراتيف، فيه تلفزيون، فيه ان كوان اللي هو نساجور كما كتشوفوا مفتوح. هاد الفصاله بحال هاد الفصاله ما كناش كنلقاوها، قله قليله فاش كنلقاوها. علاش؟ الشيء اللي عاون هاد العقار هو انه جاي كله على الواجهه، هو اللي خلاه باش انه كله يجي بهاد الفصاله هادي ديال الصالون، معاه سيجور هو هذا، ومعاه كذلك كوان ديال سالا مونجي في هذا المكان هذا. بالنسبه للاثاث اللي كنشوفوا اعزائي المشاهدين، مثلا من الديكورات، شوفوا معايا الديكورات اللي محطوطين كي دايرين، كلشي محطوط في بلاصتو، كلشي نقي، كلشي دو كاليتي. مثلا كلشي كريستال، كريستال دو كاليتي، لا من ناحيه ديال الديكورات، من ناحيه ديال الكيسان، من ناحيه انا كنصور لكم كلشي اللي كاين هنا ديال الفيترينات. هادشي كله جابوه الناس معاهم من برا، من خارج اراضي الوطن، كلشي مصورات وشي حاجه اللي هي دو كاليتي، شي حاجه اللي هي ممتازه. نرجعوا نهضروا على الموقع. الموقع كما قلت لكم اليوم كنتواجد بكم بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس كنقدموا التحيه والسلام. بالضبط في شارع الجيش الملكي، عماره اللي كتساوي على جوج ديال المصاعد، فيها جوج، فيها مرآب ديال السيارات، وفي موقع اللي جد جد ممتاز، على مقربه من سوبر مارشي ديال مرجان، ولا على مقربه من مرجان ماركت. كتشوفوا معايا الديكورات اللي هي مختلفه في هذا العقار، ديكورات اللي زوينه، اشياء اللي هي كتعطي واحد الجماليه وواحد الرونق لهذا. شوف معايا طابلو كي داير، رسالتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. شيء ممتاز انك كتشوف بحال الطابلوات، شي حوايج اللي هما جداد، شي حوايج اللي هما زوينين. واخا دابا شفنا لا ريسبسيون ولا المكان المخصص للاستقبال وللضيوف، غادي نمروا اعزائي المشاهدين باش غادي نشوفوا كل حاجه. من قبل كل شيء انا غادي نوريكم بعدا الباب، المدخل ديال العقار عندي هو هذا، هذا هو الدخله ديال الباب. العقار كيتفرق كالاتي، عندك الا بغيتي تشوف لا ريسبسيون ديالك وديال الضياف كدوز من هذه الجهه، سيجور، كوان سالا مونجي وصالون. اما بالنسبه للشيء اللي هو ممتاز هو ان بالنسبه للمكان المخصص للعائله وللنوم هو هذا الباب ديالو، عندنا واحد لابورت اللي كتسد، وعندنا ثلاثه ديال الغرف، الغرفه الاولى والغرفه الثانيه والغرفه الثالثه. عندي مطبخ في هذه الواجهه، وعندي هنايا عاوتاني بلاصه اللي فيها الحمامات. مثلا عندي هنايا لافابو ولا الفاسك دي ريسبسيون بالرخام ديالو، هنا هنايا دوش وطواليت كما كتشوفوا معايا، طواليت عندي دوش هنا، وبقاتنا عندنا عاوتاني طواليت وحده اخرى في هذا المكان. طواليت دابا غادي ندوزو باش غادي نشوفو مكان مخصص للعائله ولا اللي هو الغرف
عندنا ثلاثة الغرف كنقسم على ثلاثة الغرف. بالنسبة لغرفة الوالدين هي هذه. هذه الغرفة هذه بالبلاكارات ديالها كلهم فيها، وفيها عندنا كاين فيها كذلك بالكون اللي بإطلالة ديالو على الشارع، نوسية اللي هي كبيرة من الحجم الكبير ولا من كينغ سايز، عندنا حمام ودوش وطواليت. هما هادو في داخل غرفة الوالدين. عقار اللي قلت لكم كيمتاز بانه كيتواجد في موقع اللي هو ممتاز، شارع الجيش الملكي بمدينة مكناس، وكيتباع بالاعتاد ديالو. اما بالنسبة للثمن ديال هذا العقار، بالنسبة للثمن مع الاتاس ديالو هو 120 مليون، 120 مليون، ولربما يكون هناك شيء ما من النقاش. سيداتي سادتي، تنتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع، فنحن رهن الخدمة ورهن الاشارة ديالكم من اجل العمل على بيع العقار ديالكم. عندنا هنا ساجور واحد اخر فيه التلفزيون ديالو، فيه بالكون ديالو. كما قلت هذا العقار ديما مسدود، دام على هادشي قروا ماليه باش يحطوه في البيع. قدنا اخر شيء اللي غادي نشاهدوه الا وهو المطبخ. دن الشيء الاخير هو المطبخ، هو هذا عندنا فيه لي بلاكار ديالو دايرين في هذه الجهه هذه كلها، دي بلاكار اللي كلهم من الخشبي. كما قلت لكم كنعاودها، هذا العقار هذا راه تيتباع بالاثاث ديالو. بالنسبة للأجهزة المنزلية اللي عندنا، الفران عندنا، لابلاك عندنا، لاهوط عندنا، الثلاجة ولا عندنا، كذلك كونجيلاتور من الماركة ويربول، وعندنا شوفو، وعندنا ماشين لافي. كما قلت بالنسبة للعقار راه كيتواجد بمدينة مكناس، وبالضبط بحمرية، بمدينة أنا مقربة من حمرية، أنا مقربة من وسط المدينة. هذا هو العقار ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم اعزائي المشاهدين. كنقول لكم دمتم في رعاية الله، والى اللقاء في عرض مقبل ان شاء الله مع طارق.